السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد ومحل جديد كيف ديما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المخبزه اللي خطيره بزاف. قبل ما نوريها لكم دوك صحاب بابا ماما، المهم بلا ما تدخلوا لهذا الفيديو حيت عرفتكم غتبداو تنتقدوا داك الشيء. المهم انا كنشارك مع الناس البوفريه بحالي بحالهم، والناس اللي على قد الحال وعلى قد الجيب ديالهم، الله يحسن العوان. المهم اليوم جبت لكم واحد المخبزة اللي خطيرة بزاف. اللي كنقول خطيرة، الناس أغلبية غادي يشكروا ليا في لي كومونتير هاد المخبزة، حيت أصلا معروفة وقديمة في أكادير، الناس العشاقة هما اللي تعرفوها. ما شاء الله، شوفوا لي النوبة كيفاش دايرة، أقسم بالله البنات ما كتلقاوش النوبة ديالكم نهائيا. هادي سميتها مخبزة ديال أموكار، راه معروفة كاينة في الباطورة البنات حدا نقل الأموات، كنظن كاع الناس كيعرفوا نقل الأموات، وكذلك راه ملاصقه مع المحل ديال ادميريا اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي فات. اللي كنت لا هو المحل اللي كنت شاركت معكم، راه كاينه لوكاليزاسيون ديال ادميريا، راه هو راه كاين اونفاس زعما ملاصقه معاهم قدام داك لاصال اللي كاين في الباطوار، راه باينه البنات هنا فين كيكون بوجلود. المهم كيديروا بزاف ديال الحويجات الصراحه اللي فنين. لا كرواسه ديالهم زوينه، بان شوكولا، ميلفي ديالهم واعره بزاف البنات. اقسم بالله البنات ماشي اشاره، راني مخلصه فلوس ديما تنقولها لكم عباد الله، ورغم ذلك تبقاو وصلوني شي كومونتيرات. الله يعفو عليكم البنات، اقسم بالله الا الله يعفو عليكم. الا كاع انا كنت درت الاشاره، ماني انا خدامه عندك، راه انا كنشارك معكم البنات، راه تنضرب تمر باش كنضرب لكم باش كنحط لكم هذا الفيديو هذا. ولكن راه نهار كنكون دايره اشاره، راني تنقول لكم راه دايره اشاره، ولكن راه الله يهدي بنادم وصافي. المهم البنات كيف ما شفتوا اليوم غادي نشارك معكم الكوتي ديالنا. بغيت هكذا نشارك معكم هذه المخبزه هذه اللي اقسم بالله البنات سيروا والله ما غاديش تندموا. الناس كاع ما عارفيني اصلا، ما صورت عاوتاني. صراحه عندهم كلشي زوين، التعامل ديالهم جدا 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 رائع، والله ما نكذب عليكم البنات. ولكن الا بغيتوا شي حاجه تلقوتي خاصكم تمشوا مع 4 ونص، راه كتفوت هاد الوقيته هادي ما كتلقاو حتى شي حاجه تما. ان فوا تتحط الحاجه سخونه كيعطوها لك. انواع لي شنيك، انواع المهم شوفوا كلشي عندهم الصراحه زوين. حتى دوك لي مادلين تاهما عندهم زوينين، لي كريب، المهم الصراحه والله الا كلشي عندهم زوين. وبعض المرات تناخد عندهم البنات دوك لي طاختوليت صغيورين معمرين بواحد لا كريم واعره بزاف. حتى هاد لي طاخت هادو اللي خديت، راه غادي نشارك معكم دابا اللي خديت، هما هادو اللي كيبان لكم دابا البنات، اقسم بالله الا بنانين. شوفوا راه انا كنتقلد بهادشي اللي كنقول لكم، ذوقهم وردوا عليا في لي كومونتير الا كذبت عليكم. ديزاكتيفيو لابوني ديالكم من القناه ديالي، راه كنبغي دائما نشارك معكم شي حاجه اللي بحال تنشاركها مع راسي البنات. بالنسبه لهاد لي طاخت هادو راه فنين، عرفتي لاباط ديالهم واعره، عرفتي راه مكرمله، وهاديك لا كريم اللي دايرين فيهم في الداخل بنينه بزاف. وحتى دوك لي فخوي اللي دايرين، لي فخوي كيديروهم جدادين، وكيديروا لك واحد التنوع كبير من هذوك الفواكه اللي كيديروا لكم. بالنسبه للي مادلين حتى هما فنين البنات. هذا حتى هو ما عرفتش، المهم اش كيتسمى داك الشيء، انا ما كنعرفش السميه ديالهم بالضبط، حاولت هكا نشارك معكم داك الشيء اللي خديت. المهم تقريبا انا هادشي كامل اللي خديت، خديته ب 105 درهم هادشي كامل. وما شاء الله عمر لي الطبله، حيت اصلا جاو عندنا الناس على غفله، وما كانش الصراحه ما نحط لهم من غير واحد الكيكه اللي كنت دايره، كنا زعما بغينا نديرو بها اللي قلت هكا في الدار صافي. وانا مشيت دغيا درت شديت الطاكسي وانا نمشي، كيف ما قلت لكم راه كاينين حدا نقل الاموات في الباطوار. المهم البنات كما كتشوفوا لي شنيك ديالهم زوين بزاف، خصوصا داك الشنيك اللي مضوبل، وفي هذا اللي وريتكم دابا، وفيه في دوك الفواكه المعسله بنين بزاف البنات. بالنسبه للكرواسه وهذيك اللي فيها الشكلاط وداك المهم دوك الاخرين، هذوك كلهم دايرين بدرهم، هذه كدير بجوج درهم. بالنسبه لي مادلين دايرين بجوج درهم. بالنسبه للميلفي معقلش 50 ريال باش دايره، اقسم بالله البنات تذوقوا هاد الميلفي ديالهم بنينه بزاف ومقرمله، عرفتي مقرمله. شوفوا هذيك العجينه ديالها كيفاش دايره، هذيك الداخل ديالها. المهم عرفتي راه ما كرهتش ندخلكم تدقوا دقوا هذيك الملفي كيفاش دايره. المهم البنات عفاكم اللي كانتي تقدا عند هاد المخبزه هادي، عفاكم خليو لي في لي كومونتير قولوا لي بصراحه كيفاش كتجيكم، والتعامل ديالهم كيفاش داير، وقولوا لي الماكله ديالهم كيفاش دايره، يعني هاد
هاد زعما الخدمه ديالهم كيفاش دايره. المهم بغيت هكذا حيت ديما تنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي تستافدوا منها وحتى نتوما تنفعوا بها. المهم تبيلتي كيف ما شفتوا بالنسبه للمعلنات عرفتكم غادي تسولوني عليهم، خديتهم البنات من اكسيون. كنت خديتهم في واحد لاباج انستغرام كتجيب هاد المعلنات هكا ديال اكسيون، راه بزاف ديال البنات فيسبوك كيبيعوهم. صافي قدمت الطبيله ديالي بحال هكا، ومهم كلشي حطيت غير داكشي علاش قديت. المهم انا كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو. صافي حطيت هنايا شويه الزيت شويه العسيله فرماج، وقدمت هذوك لي شنيك وكرواسات اللي خديت، ومهم كامل داكشي اللي خديت بحال هكا. المهم قولوا لي كيفاش جاتني الطبيله. مهم البنات ما تنسوش تخليوا لي لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم جديد اللي كنحط لكم. نتمنى كذلك تخليوا لي المحلات اللي بغيتوني نزور ان شاء الله، اولا نشارك معكم في شي فيديو ماجي. المهم شوفوا لي هاد لي طاخت هادو كيف ما كتشوفوا، راه كيديروا التفاح البرقوق كاع الفواكه الموسميه كتلقاهم في هادوك لي طاخت، وكذلك كيديروا حتى الحلويات ديال اعياد الميلاد اللي بغى شي حاجه زوينه ورخيصه في الثمن. وهنا من بعد ما مشاو الضياف جمعت الدار وكلشي، صافي وانا نجي لاصال قلت ضروري نجي ندير واحد خير واحد السويعه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على لاصال، انا كنمشي لسيتي كلوب اللي كاين في طالبرج. بالنسبه للثمن اللي سولتوني عليه راه تنخلصوا 1300 درهم، فيها 100 درهم ديال لاسورونس. صافي المهم راه العمل البنات يعني كتخلصوا 1300 درهم العام. بالنسبه للاوقات كتمشيو وقت ما عجبكم، من 8 الصباح حتى 10 الليل، يعني وقت ما حبيتو كتمشيو كتلقاو الكورسين. وما بغيتوش تلعبوا في الكور راه كتلعبوا هكا في لي ماشين بوحدكم، راه كاينين كاع لي ماشين. المهم هنا كيف ما كتشوفوا جيت الاسواق السلام، خاصني الحليب وخاصني الخبز ديال الطوست، وصافي قلت بلاتي مع بانوا لي شي هميزات وانا نقول بلاتي نصورهم للبنات. حاولت هكا نشد لكم غير القطط، ما صورتش لكم زعما بزاف، قلت لي مالا نصور معكم هكا ديال اسواق السلام ديال طالبرج. صراحه البنات راه حتى هو كيكونوا فيه هميزات. انا البنات اللي كانوا فاش كنحط لكم شي فيديو تيقولوا لي سيره غزال الاسواق السلام ديال طالبرج، راه حتى هو كيكون فيه زعما كيكونوا فيه لي سولد. هنا كيف ما كتشوفوا جايبين بزاف ديال الكيسان ديال العصير، والصراحه دايرين لهم اثمنه جد مناسبه. هذوك الاولين اللي كنت شاركت معكم دايرين لهم 19 درهم، راه كبارين البنات هذوك فنين. هذوك الصراحه ما لقيتهمش في اسواق السلام ديال الداخله، ولكن هذا ديال طالبرج حيت انا كنت فيه غير البارح وما بانوش ليا، ولكن هذا ديال طالبرج راه كاينين فيه، وفيه ميزات صراحه اللي ما كاينش في اسواق السلام الاخر ديال الداخله. هنا كيف ما كتشوفوا حاولت نصور لكم هاد القريعات اللي فنين، جايبينهم في بزاف ديال الاحجام وفي بزاف ديال الشكيلات، وثمن اللي جد مناسب. هنا شوفوا لي هادي اللي تقدروا تخلطوا فيها اي حاجه بغيتوا، فنين هادو ديال الالومنيوم. كاينه هادي اللي اوفال، وكاينه هذيك اللي دائريه تقدروا تخلطوا فيها الكيكه، تقدروا تخلطوا فيها اي حاجه بغيتوا. صراحه فنين. هنا كاينه هادي ديال الكيكه حتى هي كيف ما كتشوفوا راه دايرين ليها 89 درهم. البنات شوفوا لي هادي تاهما فنين، شوفوا ب 14 درهم صراحه هميسات. كاينين هادو تاهما ب 26 درهم، زوينين راه غارقين هادو البنات. شو تقدروا فيهم ديروا فيهم سلطه ولا لي بات ولا ولا شي حاجه بحال هكا. شوفوا لي هادو تاهما ب 19 درهم، انتما المهم قولوا 20 درهم. كاين عاوتاني هاد اش كتسمى الكغافور كاين لا البونبونيير دايره ب 99 درهم. المهم صراحه كاينين هميزات زوينين هنا في اسواق السلام ديال هذا ديال طالبرج كيف ما قلت لكم. المهم شوفوا لي كاينين دوك المولات نصورهم لكم حتى هما، هذا ديال لي غاطان ولا ديال لي طاخت، كاين كبير وكاين صغير، كاين هنا ب 64 درهم، كاينين هادو جوج ب 69 درهم. ها انتما هادو مربعين الصراحه فنين. خلاص كاينين هادو ديال الجرانيت، ها هما كاينين هادو 127 درهم، كاين هادو العاديين ماشي ديال الجرانيت ديال مشات لي السميه ديالهم ب 29 درهم، كاين هاد الشكيل هذا اللي كاين ب 84 درهم، ما عرفتش واش هذا هو ثمنهم ولا هذا. المهم وقيل هذا ديال الكيك اللي كيكونوا طوال ب 84 درهم ب 39 درهم، يا ربي ها هما الثمن ديالهم كبارين تبارك الله، تقدروا ديروا فيهم حتى الخبز. هادو ما عرفتش الثمن ديالهم بالضبط، نشوف الكود 21
ما كاينش ما كاينش الكود ديالو، ما عرفتش واش 189 ولا 84 درهم. كاين حتى هنا لي كوبلي ديال الكافي الا بغيتوهم، دير لهم 49 درهم فيها 100 وحده. كاينين حتى هذوك الا تحنسرتو شي نهار خاصينكم هاد الطبيصلات هادو ديال لي زانيفيرسير ولا ديال كنا بغيتو ديرو فيهم حليوات، كاين هنا ب 16 درهم الباكيه. كاين هاد البيضين ولكن كبارين، هادو ما عرفتش شحال من بياسه في فيهم، هادي 50 49 درهم. المهم كاين هاد العويدات ب 6 دراهم، كاين هذا اللي تنغلفوا به البلاطو ياش ولا هذوك البلاطو ديال الحلوى، ها هو مراه ب 12 درهم ونص. ما عرفتش شحال وحده فيه، 20 وحده، 20 وحده ب 12 درهم. كاينين شميعات فنين، شوفوا شوفوا هادو حمقوني، هادو بغيت ناخذهم ولكن المشكل ما عنديش فين نحطهم. الثمن ديالهم 149 درهم. كاين هاد الشكل عاوتاني اللي ب 59 درهم. كنحمقنا على الطبيصلات وهاد صراحه شكلات فنين، خاصني انا شي وحدين كحلينا البنات ما عرفتش فين غادي نلقاهم. بغيتهم سامبل ما يكونوش بحال هكا غارقين، بغيتهم غير سامبل هكا بحال هكا، ولكن بغيتهم يكونوا كحلين ما عرفتش فين غادي نلقاهم. البنات عفاكم الا بان لكم شي بلاصه قولوها ليا. شوفوا هاد زوينين ب 10 دراهم. كاين هاد الزرق هذا ب 14 درهم. شوفوا لي هاد الكويسات ب 8 درهم فنين. هانتوما هادو ب 24 درهم. الزليفات ب 9 درهم، نقولو 10 درهم. هادي درو دوك الفصيلات، شوفوا لي الزليفات فنين، يمكن غلاهم. نشوفو الجهة الأخرى شنو فيها، أنا فيها غير بلاستيك. هادو راه شاركتهم معاكم، راه حتى هنا كاينين. هادو زوينين البنات، مكرهتش ناخدهم ولكن عرفتهم غادي يتشقفو في الدار يعني بالأحسن بلا ما تجيهم. شوفو لي هادو بصراحة كيحمقو، هاتي إلا خديتي واحد السيرفيس كامل كامل مكمول. شوفو لي أنا راه ناقصين فيهم على أسواق السلام الآخر، 24 درهم. كاين بزاف ديال الشكيلات، كاين هادي ب 12 درهم مدورين.